استمرارا لسلسلة الضربات الأمنية الاستباقية والحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لتجار ومروجي المواد المخدرة، والتي تعكس اليقظة الأمنية ودقة عمليات الرصد والمتابعة لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في هذا النشاط الإجرامي بهدف حماية الشباب والنشء من الوقوع في براثن الإدمان. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية، وتتبعت خطوط السير والتهريب. وتمكنت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن السويس من إحباط محاولة الجلب والتهريب بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وضبط أحد عناصر التشكيل أثناء قيادته السيارة المشار إليها، وبحوزته 36 ألف تربة لمخدر الحشيش تزن 3 أطنان و600 كيلوغرام. و2300 لفافة لمخدر البانجو تزن 5 أطنان و750 كيلوغرام، و130 لفافة لمخدر الهيدرو تزن 250 كيلوغرام، و15 كيلوغرام من مخدر الأفيون. كما أمكن ضبط باقي عناصر التشكيل حال تواجدهم بنطاق دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 270 مليون جنيه. هذه الضربة الأمنية الحاسمة التي تنجح في إحباط محاولة نقل وتهريب قرابة 10 أطنان من المواد المخدرة، إنما تؤكد على اليقظة الأمنية الكبيرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وكذا دقة الضربات الأمنية وقوتها والتي تسهم في تجفيف منابع المخدرات.